المرأة العجوز والدب الأبيض، حكاية من الأسكيمو. كما تعلمون، القطب الشمالي تغطيه الثلوج طوال السنة. هكذا هي حياة الأسكيمو وحيواناتهم. منذ القدم والأسكيمو يصطادون عجول البحر والحيتان ويعتاشون عليها. وفي إحدى قرى الأسكيمو كانت هناك امرأة عجوز تعيش وحدها. كانت تعيش على صناعة الملابس من فرو الحيوانات، وهكذا كانت تحيا حياة قاسية. وفي يوم من الأيام لقد أمسكت بواحد كبير، تعالي وشاهديه في الخارج. لقد كانت دبة بيضاء. جاء الرجل الشاب يطلب منها أن تصنع له من فروتها سجادة جميلة. والآن ما رأيك؟ هل شاهدت من قبل دبا أبيضا مثله؟ لقد اصطدته بنفسي. هكذا تفاخر الشاب أمام القرويين. كانت الدبة البيضاء تسير على الثلج مع صغيرها. عندما تسير الدببة بصحبة صغارها تكون مثيرة وعنيفة. وماذا حدث للصغير الذي كان معها؟ لقد ذعر عندما سمع إطلاق الرصاص فقفز إلى الماء، وكدت أمسك به ولكنه هرب مني. المرأة العجوز احتفظت بفراء الدبة البيضاء، وقررت أن تنسج للشاب السجادة التي طلبها. وفي تلك الليلة، في مثل هذه الساعة، من يكون يا ترى؟ لقد كان ذلك صغير الدب، جاء يبحث عن أمه. لم يكن الصغير يعرف بأن أمه قد ماتت. لقد اعتقد جرو بأن أمه نائمة وسوف تستيقظ في أي لحظة، لذا كان يحرك الفرو مرارا. المرأة العجوز كانت تفهم مشاعر الدب الصغير، وهكذا أمضى الدب الصغير طوال الليل بجوار أمه محاولا أن يوقظها. ومنذ تلك الليلة، والمرأة العجوز أخذت على عاتقها رعاية الدب الصغير الوحيد. أيها الصغير، ماذا تفعل؟ تعال تعال، اسمع، لا تسئ لأحد ولا تعض أبدا. هكذا خاطبت المرأة العجوز الدب الصغير بكل ود ومحبة. الدب الصغير لم يخالف طلب المرأة العجوز، ولم يسئ لأحد أو يعض أحدا. وهكذا كان بإمكان الأطفال الصغار اللعب مع الدب الصغير من دون أن يشعروا بخطر، وأصبح الدب الصغير مشهورا في المنطقة. ومرت السنين، وكان خلالها الدب الصغير يكبر ويكبر. وترعرع الدب الصغير ونما، وأصبح دبا كبيرا رائعا. يا له من دب قوي! صحيح، ولكن لا جدوى من قوته إذا لم تستغل. وكما تعلمون، الدب صياد ماهر، لماذا لا ندعه يصيد لنا عجول البحر؟ فكرة رائعة! إذا نجحت الخطة سوف تحقق القرية أرباحا. نعم، وناقش القرويون الفكرة، ثم قرروا الذهاب إلى بيت المرأة العجوز طالبين منها أن تسمح لهم باستغلال الدب الأبيض لصيد عجول البحر. إذا تمكننا من صيد العديد من عجول البحر سنصبح أغنياء. حسنا، اسمع، هل ترغب بالذهاب لصيد عجول البحر؟ حسنا، يمكنك الذهاب، كن حذرا يا صغيري. ومنذ اليوم التالي ذهب الدب الأبيض مع القرويين لصيد عجول البحر. يا له من تجربة كثيرة، سيصطاد الكثير، أنا متأكد أنه سيصطاد الكثير. الدب على الصيد.
جميل. اسمع، اذهب من جهة الريح المعاكسة، عندئذ لن تشم عجول البحر رائحتك وتهرب منك. هيا هيا. واقترب الدب من عجول البحر وتمكن من الإمساك بمجموعة منها وبلمح البصر. أنتم على حق، يا له من دب رائع رائع. ومنذ ذلك التاريخ والصيادون يستفيدون من الأرباح التي يجنيها لهم الدب الأبيض. لا يخشى الدب الأبيض من السباحة في المياه المتجمدة، أما الصياد الذي يأخذ معه الدب الأبيض يصيد أكثر بكثير من بقية الصيادين. وبفضل الدب الأبيض تحسنت ظروف القرويين المعيشية، ونظر الجميع إلى الدب الأبيض وكأنه كنز القرية الثمين. ولكن سنوات السعادة لم تدم طويلا، وفي ليلة عاصفة. سيدتي، لقد اختفى الدب الأبيض. ماذا؟ ضاع الدب؟ لقد فرقت العاصفة بيننا، بحثنا عنه في كل مكان ولم نجد. أثناء ذلك كان الدب الأبيض في طريقه إلى الكوخ الجليدي العائد إلى المرأة العجوز، وأثناء ذلك ظهر رجل. لقد كان نفس الرجل الشاب الذي قتل أمه من قبل. كان الشاب يعرف الدب الذي ربته المرأة العجوز، ولكنه في هذه العاصفة لم يستطع معرفته وتشخيصه، وأطلق رصاصة عليه واستقرت الإطلاقة في كتف الدب الأبيض، وفقد الدب الأبيض صوابه. لم يستطع الدب أن يدرك السبب الذي دعا الرجل الشاب إلى إصابته. لحظة، قال الدب مع نفسه، هذا هو قاتل أمي. نعم عرفته. وفي أقل من لحظة قفز الدب على الرجل الشاب. وفي الصباح وجد القرويون الدب الأبيض إلى جانب جثة الرجل الشاب، وانطلقوا ثائرين. ماذا فعلت يا دب العزيز؟ ماذا فعلت؟ بالرغم من عيشه معنا ونشأته بيننا، فإنه ما زال متوحشا. نعم، إنه ما يزال متوحشا. كيف يمكنني أن أنام مرتاحا والدب يسير في القرية حرا طليقا؟ من الأفضل أن نقتله. نعم، فلنقتل هذا الدب المتوحش، هذا ناكر للجميل. ونسي القرويون كيف كان الدب يساعدهم من قبل. استمع يا دب العزيز، من الجائز أن تقتل هنا إذا بقيت في القرية. اذهب إلى الحقول الجليدية البعيدة حيث لا يصلها الإنسان وعش هناك. اذهب يا عزيزي. ومكنت المرأة العجوز الدب الأبيض بالسر من الذهاب إلى الحقول الجليدية، واختفى الدب الأبيض الجريح بين الثلوج. ومرت السنين وكأنها يوم واحد. وخرجت المرأة العجوز من كوخها الجليدي مسرعة عندما سمعت أصوات القرويين. أين الدب؟ أخبرني، أين الدب؟ هناك عند الحط الجليدي، يوجد هناك أربعة منهم هناك. ولكن المرأة العجوز لم تتمكن من تشخيص الدب. أرجوك صف لي شكل الدب. إنها أربعة وليست واحدا، أحدها مصاب في كتفه وقد ضمد بخرقة، أنا رأيته. مجروح. المرأة العجوز أحست بحرارة تغمر قلبها. إن الدب الأبيض الذي كان هناك إنه بدون شك نفس الدب الأبيض الصغير،
والخرقة هي نفس الربطة التي وضعتها المرأة العجوز عند إصابته. لقد جاء الدب الأبيض لزيارة المرأة العجوز ليعرفها بزوجته وولديه. وحالما شاهد الدب الأبيض المرأة العجوز بين القرويين قفل عائدا إلى مملكة الثلج هو وأفراد أسرته.